هي آلة حفر مترو الأنفاق. هذه الآلة التقنية الضخمة تعمل على توسيع شبكة مترو الجزائر من محطة باب الزوار صوب مطار هواري بومدين لحفر النفق الذي يمتد على مسافة 9.5 كيلومترات تتخلله 9 محطات. اليوم الحمد لله رانا نشوفوا فيه في انطلاقة مستمرة والنتائج رانا نشوفوا فيها كما نشرح لي رانا نشوفوا فيها اليوم هذه النتائج رانا نشوفوا فيها وهذا الشيء اللي بدا يرجع بالفائدة على السكان خاصة هذا مشروع اجتماعي أولا وقبل كل شيء اجتماعي وأيضا اقتصادي. مؤسسة جزائرية ستضمن العمل التقني بعد انتهاء العقد مع شريك أجنبي. Au départ de l'exploitation de ce projet, on a fait appel à une société étrangère dans le cadre de l'assistance technique. Cette assistance technique, elle arrive à son terme le 30 octobre, exactement le 31 octobre, et à partir du 1er novembre, inchallah, c'est une société à 100% algérienne qui va prendre la suite par des cadres algériens. بعد التأخر المسجل من المنتظر أن تشهد توسيعة مترو الناحية الشرقية تقدما خاصة وأن آجال استكمال الأشغال حددت شهر أوت 2021.